بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نرسم منظور على نقطتين. هنرسم حاجة بسيطة كده. أول حاجة بنحدد النقطتين على خط أفقي، مثلا هنا نقطة وهنا نقطة. بعد كده نبتدي ناخد خط رأسي في أي مكان زي ما احنا عايزين، مثلا كده. نبتدي نوصل المنظور الأمامي أو الوجه الأمامي على النقطة دي من فوق من تحت، وبعدين نوصل بالنقطة التانية. وبعدين بنحدد احنا هنقفل الشكل ده بأي اتجاه، يعني هنخليه الأبعاد بتاعته ازاي. مثلا لو هنقفل من هنا ومن هنا، بنوصلها برضو خط رأسي عمودي زي كده، وبعدين بنعكس. احنا وصلنا من هنا لفوق، يعني للوجه الأمامي. الوجه الخلفي بنخليه النقطة التانية، يعني من هنا. بالطريقة دي. والبعيد على النقطة البعيدة كده، فبيدينا في الآخر الشكل ده. بعد كده لو حبينا نعمل شكل تاني، مثلا هنا ناخد خط برضو بالطول اللي احنا عايزينه، وبعدين بنوصل وبعدين بنختار نقفل فين، مثلا هنا وهنا، ونوصل خط رأسي، وبعدين زي ما عملنا النقطة البعيدة ومن هنا كمان النقطة البعيدة. يدينا الشكل ده. طيب لو حابين نعمل هنا كمان واحد صغير كده، مثلا ونقفله هنا وهنا. ونوصل النقطة البعيدة بالنقطة البعيدة. طيب نعمل واحدة هنا، مثلا هنا، ونقفلها هنا وهنا. لو تلاحظوا تلاقي هنا الموضوع قريب قوي. احنا كده كده بنرسم على نفس النقط بتاعتنا، ملناش دعوة بال اتجاهنا فين او
لان هي لو جايه في النص بالظبط هتلاقي الخطوط مش باينه، الخطوط يعني التقسيمه اللي ورا مش باينه، لان انا المنظور قريب فبيبان المساحه اكبر. الطريقه دي طيب اللي بيبين الموضوع او اللي بيبين المجسم بتاعنا هو التظليل. فنبتدي نظلل، نحدد طبعا اتجاه الإضاءة بتاعتنا، لو الإضاءة من هنا مثلا يعني ده كده فاتح هنسيبه فاتح، ده غامق شوية والجزء اللي تحت ده بيبقى أغمق حاجة. الطريقة دي هنا طبعا المفروض احنا سيبنا ده فاتح وده هيبقى فاتح هو كمان، فبنحتاج نفصل واحد من عن التاني يعني، فممكن بس بخط خفيف قوي كل ما نزود التفاصيل كل ما بيبان الشكل معانا اكتر. ف يعني ممكن نضيف هنا كمان، هنا هنا نبعد بعيد شوية فوق تحت اي وضع احنا عايزينه. كل ما نزود التفاصيل كل ما الموضوع يبان معانا اكتر. بحاول اوريك واحدة تكون فيها تفاصيل زيادة شوية. زي كده نفس الفكرة على نقطتين والتظليل بتاعنا، وبنزود المكعبات بتاعتنا أو الأشكال اللي احنا عايزين نعملها.